كلامه. ايوه اتفضل حبيبي. ابتدت البيت هنا اهوت في حوالي بتاع 10 بنات في البيت اللي قدام المنهار، الحمد لله قدرت انقذتهم كلهم بعد ما نزلت اولادي قاعدين كله نزل في الحاره، بعتهم لقيت البيت ابتدى يفرقع في خلال نص دقيقه ابتدى ينهار، ما شفناش اي حاجه بعد كده، نزعل بعض شفناش اي حاجه، بدأنا نجري مش عارفين احنا بنجري فين، مش شايفين حاجه احنا بنجري فيها. يا الحكومة يا حي ياللي وياللي محدش نظر. وقع الساعة كام؟ وقع الساعة 10 الصبح بالظبط، 8 خرجنا الناس بالعافية بقينا نزق فيهم، في الآخر بقيت اتصلت بالنكدة واتصلت بالمضاف واتصلت بالدنيا والحي. سكان العقار ولا أحد الجيران؟ الجيران والسكان العقار. لا حضرتك يعني من لا أنا من المنطقة من الشارع، لما عرفنا ان البيت كان بيتقطع من تحت جرينا وبقينا ننزل الناس بالعافيه. بعد ده في 5 دقايق نزلنا الناس، وقفنا هنا لقينا البيت اشتغل اشتغل الكامب الشمالي اشتغل. بص قدام شويه.